ثم الطريقة التي صارت تسلع بها المرأة، بقى غادي تخلي شي واحد يقول لك غادي نمشي نزوج. والله العظيم إذا تكلمنا على هذا الشيء، طبعا ماشي إلا أنا بديك الوقيتة، أنا قلتها ملي كنا عند الشباب معهد في الرباط، قال لهم أودي النقاش على ما يقع الآن. ديك الساعة كان المغرب يلاه المنتخب الوطني يلاه تأهل للثم النهائي المونديال ديال قطر 2022. قلت لهم أودي النقاش الآن بشكل يعني علمي ورصين ما غيتصمت لي حتى واحد، لان عباد الله سخون بالفرحه ديال المونديال. خلي النقاش، سالي المونديال وديك الساعه نديرو. من بين الامور اللي كنا تكلمنا عليها، قلنا كانوا ايجابيات وشي حويجات وكذا اخرين، لكن من بين الامور اللي قلنا عليها هو انه كلكم لاحظتوا، ولا ولاد البنات لاحظتوا انه ولا واحد التواجد بشكل غير مسبوق ديال النساء في الملاعب وفي المقاهي. وباش يطبع عليك ان هذه المساله راها عاديه، وانتم تعلمون ان المساله غير عاديه. حنا مضاربين على اننا ننقيو القهاوي من تصرفات الرجال. القانون ديال التدخين في الاماكن العموميه الذي يجرم التدخين في الاماكن العموميه ويعاقب عليه بغرامه ماليه غالبا 100 حتى 1000 درهم، وقدر توصل العقوبه حبسيه، تقدر تكون عوض التنفيذ وقع على حسب لا ريزيستونس لا مشاكل بدات. القانون هذا خرج في 92، وقهوة باش عامرة ضد بابا نهار يكون الماتش حاول دخول الطفل السحابة تشيرنوبيل عندك داخل ديال الدار، لكن هادشي ما كيتحبش. ثم غادي كنزكيو في هاد المسألة هادي ديال خرجة نبقاو بوليتيكمون كوغيكت، هي الخرجة غير مدروسة باش نعتبروا انه هو كوريكت وتيفكر ومستوى واعي، غير هو الخرجه ديالو ما حسبهاش. تما حنا نمشيو معاه بحسن نيه الى اخره. واحد يعتبر نفسه كوميديان، وفين جابوا؟ جابوا الحماسيين، ها بغينا نديروا تكريم لهذوك الشباب اللي على المستوى العالمي صار ينادى عليهم بمنتخب الساجدين ومنتخب البارين بامهاتهم. ملي بغينا نكرموهم جبنا لهم واحد كيقول لهم بلي راه قد ما انتم يا كنتو كتكاليفيه، وانا كان عندك الدريات اللي حداها. بمعنى ان البنت كلها حتى الحضور ديالها من اجل الفرحه وكذا اللي كنعاتبوا عليها الى اخره في هذيك الاوساط، هو التصور ديالو انها مديونه غير باش ملي يتضرب البيت ندور انا عليها. بل اقبح منه وقال لك اودي كون وصلنا للفينال هذيك خيتي اللي حدايا وكل شويه كندور كنعنفاز على هي فهمتيني قالت جميل شي عطينا بحال خويا هانس فين ما يتماركا ولا راه جالس تما واش 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 هذه هي المراه؟ واش هذه هي الصوره ديال المراه المكون الرسمي ديال واحد الاسره اللي حاولنا نعتقوه من خلال هذوك التصرفات اللي كانت عفويه عن الشباب ديال المنتخب؟ بل عدد ديال الصحفيين الاوروبيين ومنهم صحفيين المانيين اللي نوضوا الضجه في الاول على القضيه ديال الشعار ديال الشذوذ الجنسي الى اخره، ومن اللي تمنعوا من المساله وناس قطر جزاهم الله عز وجل خير على هذه القضيه هذه، على الاقل على هذه القضيه هذه، داروا ديك الحركه ديال زعما راه قاطع لحقوق الانسان الى اخره، ومن يعني من تدبير الالهي انهم تقصاو في البروميتو يعني دوكو على سلامتكم يمشوا لهم الناس شادين عليهم ضحك الى اخره. انا الغرض عندي ماشي نشد عليهم ضحك، هو ان الصحافه بعض الصحف الالمانيه قالت لهم انتم اللي كنتوا هازين الشعار ديال الشذوذ الجنسي وباغيين تدخلوا به، لعل اغلبكم لا يهمو الا كيعرفها وهي لا كيعرف به، لعل الاغلب ديالكم اللي والديه بدار العجزه، في حين ان هذاك المنتخب اللي انتم قلتوا عليه راه من دول العالم الثالث وكينتمي لنفس الخلفيه ديال ديك البلاد اللي منعتكم على شي ديال الشذوذ الجنسي، شوف كيفاش كيكبر بمو كيفاش كيكبر بكوها. في الوقيته اللي العالم بدا كيحاول انه يعاود يفكر، شوف راه بحركات بسيطه جدا في الوقت العالم كان بدا كيعاود يفكر في القضيه ديال القيم، في القضيه مثلا كنظن واحد المتحدث الاصلي كان واش ربما نتاخذ الذكر ديال وزاره الخارجيه الانجليزيه ديال الانجليز، قال لهم اودي لاول مره في تاريخ كاس العالم المشجعين ديالنا كيمشيو لشي بلاصه وكيرجعوا ما مشدود منهم حتى واحد. قال
بيخون بينهم ضاربين هما اللي كيتلاقاو الهوليغانز ديال الانجليز وديال هولندا هذا التهراج والفنشيخ والحبس وكذا هما المشجعين كيقول لك بعد على الاقل اول مره نشطنا وفرحنا وشجعنا والغدين بقينا اليوم باقيين عاقلين على داكشي درنا البارح واحد قال لهم ودي لابد من هذا كنقول لهم كلهم اوروبيين قال لهم لابد من اعاده النظر في علاقتنا بالخمر لقيت لي العالم واحد حركه بسيطه سهل في الله عز وجل باش بدا العالم يعاود يعيد النظر في هذه الهجمه الشرسه على الاسره ومكونات الاسره من خلال اقحام مبدا الشذوذ الجنسي الذي هو تدمير داخلي للاسره بداو الناس كيعاودوا النظر تجينتا في الحفل ديال التكريم ديال هاد الشباب اللي كان مسبب هذا الخير هذا ما قدكمش الجورناليست اخر اللي قال لهم لعيبة الله وداك لاعب المنتخب علاش يدعو الى الله وصل المنتخب باش ضرب واش كيخلي الكره ملي كتجي عنده كيحبس وكيقول لهم لعيبة الله خصكم تسلموا الكره كتمشي تماركا يا في الماتش عنده ان رومون مزيان تيمان كيهضروا واش ضرك انت انه ملي يكون طالع في الكار يقول لعيبة الله يقول لهم دخلوا الاسلام راه الاسلام زوين وكذا الى اخره واش الفردي لا راه كيأثر على الشباب اللي معاك اش كيأثر على الشباب اللي معاك شي وليهم مزيانين هذا ولا خير خرجوا آل لوط من قريتكم إذا هم أناس من يتطهرون فيها لابن الواقفين على هذا أنت في التكريم ديال هاد الشباب هادو اللي عاود دفعون العالم بفضل الله عز وجل أنه يبدأ إعادة النظر ويحبس ذاك المد ديال الشذوذ وبداو الناس يتحركوا يشوفوا القيم ومكونات الأسرة ونعاودوا نشوفوا الأمور بواحد الشكل كبير تجيب لهم واحد كيهز الصورة ديال المرأة وتيدخل قص وتيبدا يمعك فيها ويشتف عليها كأنها لا شيء مديورة فقط لتلبية هذه الرغبات الجنسية المكبوتة عنده مخه في الخارج وعندنا احنا مسلمين الشباب اللي باغي يدينو باغي يخدم بلادو باغي يخدم الأمة كيقولوا ما انتوما هذوك المسلمين هاكا تفكروا عبد نص تحت ريدالكم حنا كنفكروا بنص تحت ريدالكم حيت هذاك النص فوقاني كتفكر به انا نقول لي خرج تاع حاجة هادو تجدينا تأصيل للسفول والفساد